بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سؤال من الأخت إسراء، تريد أن تسأل عن ترجمة النص من الإنجليزية إلى العربية. بداية، أهم شيء بالنسبة للنص بالعربية، بغض النظر عن الأخطاء الموجودة فيه أو الأشياء الصحيحة، أول شيء نطلبه دائما في الترجمة أن تكون الترجمة خالية من الأخطاء المطبعية. فإذا ما نظرنا إلى هذه الترجمة من هذا الباب، نجد أن هناك أخطاء مطبعية بالقوات، برلين، لا يوجد ياء، نلاحظ الهاء هنا بدل التاء المربوطة، الهمزة، همزة القطع، همزة القطع أيضا، تنوين النصب بعد الألف غير موجود، الفاصلة الإنجليزية بدل العربية، أوروبا، خطأ مطبعي زائد يعني همزة القطع غير موجودة، علامات الترقيم، لا يجوز أن يكون هناك فراغ قبل أي علامة ترقيم. هذه من الناحية الأولى. من الناحية الثانية الآن، نحن قبل أن نقرأ النص الإنجليزي نحاول أن نقرأ النص العربي وننظر إذا ما كان النص مفهوم أو لا، هذا أهم شيء. أحيطت مدينة برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 بالقوات السوفيتية. إذا في عام 1945 كان هناك مدينة اسمها برلين، وأحاط بها جيش القوات السوفيتية. هناك معلومة أن القوات السوفيتية احتلت جميع الأراضي في برلين. هذا الشيء يعني غير مفهوم. أنا أستطيع أن أفهم أن جيشا معين احتل أراضي دولة، لكن مدينة لا نقول عنها أراضي. فهنا الآن أنا أضع علامة استفهام وأعرف أن هناك مشكلة. عندما يكتشف المحرر اللغوي أن هناك مشكلة في المعنى مثل هذا التركيب، عندها يوقف التحرير ويطلب إلى المترجم إعادة الترجمة أو إعادة النظر في هذه النقاط الأساسية، ويقول هناك مشكلة فلا فائدة من التحرير اللغوي بعد ذلك. فهذه مشكلة كبيرة، لا بأس. فأصبحت عام 1949 هذه الأراضي تتبع رسميا للشرق ألمانيا. أيضا هذه المعلومات غير مفهومة. إذا كانت سوفيت الاتحاد السوفيتي هو الذي احتل الأراضي، فكيف تتبعت إلى شرق ألمانيا؟ فأصبحت يعني، إذا هناك أيضا بالكوهيجن، على مستوى الكوهيجن لدينا مشكلة. لدينا أيضا إشكالية في تركيبات الكلمات المفردات. هنا ألمانيا الشرقية وليست شرق ألمانيا، وبذلك قسمت المدينة إلى قسمين، شرق ألمانيا وغربها. أيضا هنا لدينا ارتباك. كيف يمكن أن تقسم المدينة إلى دولتين؟ يعني هذا غير صحيح. فكان غربها تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا وقوات الولايات المتحدة وبدعم، هنا إقحام حرف الواو لا داعي له من الأخطاء اللغة العربية، الجمهورية الفيدرالية التابعة لألمانيا. إذا هنا أفهم أن هناك دولة اسمها ألمانيا، وهناك عدة دول تابعة لألمانيا، واحدة منها اسمها الجمهورية الفيدرالية. يعني وهذا شيء غير صحيح تاريخيا وغير صحيح لغويا، أيضا غير صحيح لغويا. في منتصف عام 1949 لا يوجد هناك ربط كوهيجن بين الجملتين، هذه مشكلة أيضا. وحبذا لو رجعت قواعد الكوهيجن، موجودة في كتاب اسمه Introduction to Text Linguistics لديبوغراند أند دريسلر. وعندما احتلت شرق ألمانيا، احتلت ماذا؟ احتلت ماذا؟ إذا أردنا أن نقول احتلت شرق ألمانيا، فيجب تشكيل هذه الكلمة كاملة، احتلت، الشدة والفتحة وإلى آخره. فر منها ما يعادل 2.7 شخص، هذا غير صحيح طبعا. يعني هل هي 2.7؟ يعني ممكن أن يكون هناك 2 شخص ما اختلفنا، لكن ماذا عن 7 شخص؟ لا يوجد 7 شخص. إذا لابد أن تكون
إما 2.7 ألف شخص أو 2.7 مليون شخص أو 2.7 مئة ألف شخص إلى آخره. أكثر من نصفهم عبروا إلى غرب برلين. أيضا يعني الهمزات، لا يجوز تقديم أي ترجمة إذا كانت الهمزات فيها غير صحيحة. ما بين عامين، هي مفروض عامي، لدينا لا نضع النون، عامي وليس عامين، ولا يوجد كوهيجن أيضا. يعني لا أعرف الربط الآن بين هذه الجملة والجملة التي تليها. ومقارنة مع مجتمعات أوروبا الشرقية، كانت برلين هي، لا داعي لهي، هذه كلمة زائدة، أكثر الشعوب إنتاجا. طيب، على أي حال أيضا لا يوجد هناك ربط لفظي، لا أجد هنا ربط لفظي بين الجملتين. كان لسكان ألمانيا الشرقية القدرة المحدودة على التأقلم مع سكانها في الغرب. كيف يعني سكان يتأقلم مع سكان الغرب؟ هذه غير مفهومة نهائيا، تحتاج إلى عودة إلى النص الإنجليزي، حيث تكمن المخاوف في أسس العيش المتدنية. هل أفهم منك يعني أنه في الغرب، العالم الغربي، هناك مخاوف من أسس العيش المتدنية مقارنة مع سكان غربها؟ يعني هذا كلام متناقض. الذي أفهمه بأن سكان ألمانيا الشرقية لديهم مشكلة، لا أفهم ما هي، ما المقصود بالتأقلم مع سكانها، غير مفهوم نهائيا. يعني في الغرب الآن تحولنا من الشرق إلى الغرب حتى الآن، يعني هي غير مفهومة، لكن حتى لو أتممنا الجملة تصبح المشكلة أكبر. المتدنية مقارنة مع سكان الغرب، طيب كيف نقارن الغرب بالغرب؟ لدينا أيضا مشكلة بالكوهيجن، لا يوجد لدينا أي كوهيجن هنا. العديد، لا نستخدم العديد، لأن كلمة العديد المقصود فيها القوات والعدة والعتاد وغيرها، على أمل إيجاد فرص اقتصادية أفضل في غربها. إذا الناحية الأولى بالنسبة لقراءة النص العربي، نجد بأنه يعني لا يمكن تقديمه للعميل أبدا، ولا يمكن أن يقبل به المحرر اللغوي. سبب ذلك بأنه لا يوجد معلومات مترابطة كوهيجن. هناك واضح أن هناك أخطاء في الترجمة، لأنه الغرب والغرب والغرب وبعد ذلك الشرق، فهناك إشكالية كبيرة جدا. يعني يعني هذه الترجمة لذلك ليست في المستوى الذي يمكن أن يقدم إلى العميل كما قلت. على كل حال يعني الأخت إسراء قالت يعني أنه هو تدريب، ولا مشكلة، يعني التدريب تدريب، لا مشكلة. يعني هذا هو سبب وجود هذا النص هنا، من أجل أن نتدرب، فلا إشكالية في ذلك. إذا ما النصيحة التي يمكن أن نقدمها لهذا النص وللأخت المترجمة؟ كما نلاحظ أن كل هذا النص، كل الأخطاء نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هو عدم معرفة الفكرة العامة لكي نتحكم باللغة بدلا من أن تسيطر اللغة علينا. لو فهمنا الفكرة العامة يساعدنا ذلك كثيرا. الشيء الآخر هو الكوهيجن، عدم وجود الكوهيجن. إذا نقطتين أساسيات لابد من فهمها. تعالوا الآن نحاول أن نقرأ النص الإنجليزي. في النص الإنجليزي، at the end of World War II، إذا انتهت الحرب العالمية الأولى، الثانية عفوا، ماذا حدث بعد ذلك؟ كان هناك مدينة اسمها برلين، أحيطت بالكامل. هنا لا يوجد لدينا أحيطت بالكامل. آها، الآن ليست بالقوات السوفيتية، الآن هذا هو سبب الخطأ. أحاط في هذه المدينة منطقة، هذه المنطقة أو الأراضي هي التي احتلتها القوات السوفيتية. إذا الآن عرفنا شيئا، فعرفنا سبب المشكلة. إذا في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، أصبحت برلين مدينة محاطة بالكامل بأراض احتلتها القوات السوفيتية. هذا هو المعنى الآن، وهذا معنى مخالف تماما لهذا الكلام الموجود هنا. This territory، آها، هنا لدينا مشكلة بالكوهيجن. This territory، هذه الأراضي التي تحيط ببرلين، بينما أنت أختنا الكريمة قلت فأصبحت أنا أفهمها أنك تتحدثين عن برلين، لأنني عندما أعود إلى الكلمات هنا لا أجد إلا المؤنث برلين. فأصبحت برلين، هنا أنت تقولي بأن هنا أصبحت المنطقة.
تتبع رسميا، بينما هنا يعني أصبحت بدون تتبع، خلاص هي أصبحت رسميا دولة تعرف بألمانيا الشرقية، وذلك في عام 1949. إذا النص يجب أن يكون كما يلي، نقرأ بالعربية، هذا النص بالعربية، سأقول لكم كيف نترجم بطريقة صحيحة. في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، أصبحت مدينة برلين محاطة بالكامل بأراض احتلتها القوات السوفيتية، ثم أصبحت هذه الأراضي عام 1949 دولة مستقلة تحت اسم ألمانيا الشرقية، أو جمهورية ألمانيا الشرقية إلى آخره. The city of Berlin itself was partitioned into East Berlin and West Berlin. أما مدينة برلين ذاتها فقد قسمت إلى قسمين، برلين الشرقية وبرلين الغربية. إذا وليس شرق ألمانيا وغربها، لاحظت؟ فكان غربها تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا وقوات الولايات المتحدة. ليش قوات هنا؟ فكان غربها يعني برلين، فكانت برلين الغربية، هذا هو اسمها الرسمي، فكانت برلين الغربية محتلة هنا، occupied. أنت قلت تحت سيطرة، يعني ممكن أن أقبلها، بس هي محتلة. فكانت، إذا قبلناك تحت سيطرة، تحت سيطرة القوات البريطانية والفرنسية والأمريكية، وليس تحت سيطرة بريطانيا أو بريطانيا يعني وفرنسا والقوات المتحدة الأمريكية. هذا خطأ مقلق جدا من ناحيتنا. لماذا؟ لأننا في الترجمة دائما لا نترجم الصفة، نترجم الاسم أولا وبعد ذلك نأتي بالصفات. إذا نترجم الاسم أولا وبعد ذلك الصفات. Was supported by the Federal Republic of Germany. وتلقت دعما، وليس بدعم، بدعم من الجمهورية الفيدرالية الألمانية، وليست التابعة لألمانيا. إذا هناك إشكالية لدينا، الأخت الفاضلة، أنك ترجمت يعني بالترجمة، أنك يعني لم تنتبهي إلى النون فريزز. إذا عودي إلى كتب القواعد، أعتقد في هناك كتب كثيرة عن القواعد المتخصصة، ليس القواعد العادية، إنما السنتاكس، النحو، وادخلي في النون فريزز. الآن أستطيع أن أقول لديك مشكلة بالنون فريزز. النون فريزز هنا، هذه أول مشكلة ظهرت لديك، أنك ترجمت الصفات قبل أن تترجمي الهيد ناون بالنون فريز. تكررت عندك المشكلة ذاتها، يعني هنا أنت ترجمت الجمهورية الفيدرالية التابعة للألمانية، هذا غير صحيح. هذا كله ناون فريز، هذا ناون فريز. جيرماني هنا هي الهيد ناون، وهذه هي عبارة عن بري موديفاير. يعني Federal Republic of Germany، عفوا Federal Republic of Germany، ال Republic هي ال head noun، عفوا آسف أنا أخطأت، Federal صفة و post modifier اللي هي ال prepositional phrase of Germany، فتصبح الجمهورية، جمهورية ألمانيا الفيدرالية، جمهورية يعني لها طريقة في الترجمة. إذا ال noun phrase عندما يكون له head ويكون له post modifier pre modifier يجب علينا أن ننتبه في ترجمتها، التي عرفت باسم ألمانيا الغربية. وبين عامي 1949 عندما تأسست ألمانيا الشرقية ومنتصف 1961، كيف ترجمتيها الآن؟ أنت قلت في منتصف عام 1949 وعام 1961، هذا غير صحيح. هذه هي ترجمة واضحة، between موجودة، هي between يعني، يعني ترجمتك غير صحيحة. وبين عام 1949 عندما تأسست ألمانيا الشرقية ومنتصف 1960، فر ما لا يقل عن أتليست، أنت قلتي ما يعادل، هذا خطأ في الترجمة أيضا، 2.7 مليون، يعني 2,700,000 شخص من ألمانيا
الشرقية. أنا الآن لا، يعني هذه معلومة غير صحيحة نهائيا نهائيا، احتل ما له علاقة بالموضوع. More than half of them through West Berlin. نصفهم فر من خلال برلين الغربية، وليس عبروا إلى غربين الغربية، هو ذهبوا إلى غرب برلين، عفوا برلين الغربية، لكنهم فروا من خلالها إلى خارج يعني البلاد من خلال ألبانيا الغربية، ومن هنا تأسس الحائط برلين من أجل منعهم من الفرار. ومقارنة بالدول الأخرى في أوروبا الشرقية، كانت ألمانيا الشرقية الأكثر إنتاجا، the most productive communist nation. إذن كانت ألمانيا الشرقية أكثر دولة شيوعية إنتاجا. أنت قلت أكثر الشعوب إنتاجا، وهذا غير صحيح، غير صحيح نهائيا، بين عام 1949 و 1961. لكن ألمانيا الشرقية لم يكن لديها قدرة كبيرة على الوصول إلى وسائط الإعلام في ألمانيا الغربية، يعني لكن الألمان الشرقيين ما لهم، لم يكن لديهم القدرة الكبيرة على الوصول إلى وسائط الإعلام الغربية في ألمانيا الغربية لكي يعرفوا التقدم الذي حدث لديهم يعني هناك. وليس التأقلم، أنا لا أعرف يعني هذه التأقلم غير صحيحة. And were aware that their standard of living was substantially lower than that of their counterparts in them. طيب، يعني ومع ذلك كانوا يعني على دراية، وكانوا يعرفون بأن جودة الحياة لديهم أو حياتهم أو معيشتهم كانت أقل بكثير من جودة الحياة التي يعيشها نظرائهم في ألمانيا الغربية. لاحظ بأن هناك الآن هذا الكلام يصبح غير مفهوم نهائيا. طيب، فغادر كثير من المواطنين يعني ألمانيا الشرقية إلى اللي هي الجي دي آر، اللي هي left the جي دي آر، يعني ألمانيا الشرقية اللي هي جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو شيء من هذا القبيل، على أمل الحصول على فرص اقتصادية أفضل في الغرب، يعني على أمل إيجاد فرص اقتصادية أفضل في غربها. لا بأس، يعني لا مشكلة. إذن هلأ النتيجة الكلام اللي أنا بحكيه الآن، إن هذه الترجمة لا تحمل الفكرة نفسها الموجودة في النص الأصلي لعدة أسباب. السبب الأول هو أن الفكرة العامة غير مفهومة كانت في النص الأصلي للمترجمة بالعربية، لذلك وقعت بأخطاء. إذا حللناها على مستوى الكلمات والعبارات، نجد هناك أخطاء في اختيار الكلمات، وهذا الذي أدى بالنهاية إلى تغيير المعنى كاملا. هناك مشكلة الكوهيجن أيضا، هناك مشكلة الترابط اللفظي، الترابط المعنوي إلى آخره. يعني هذه هي فقط بعض الملحوظات التي نضعها هنا. ما هو الحل؟ بتهيأ لي الحل بالنسبة لنا أن يعني أولا عندما ننظر إلى هذه الفقرة نقرأها، إذا كان هناك كلمات لا نعرفها نبحث عنها، بعد ذلك نحاول أن نفهم النص، نأخذ الفكرة العامة. ولا يمكن أن نترجم أي شيء إلا أن نفهم الفكرة العامة كاملة للنص، وبعد ذلك نستطيع أن نترجمه. من أجل أن نفهم نحتاج لكلمات كما قلت، لكننا نحتاج أيضا إلى قواعد، إلى معرفة قواعد اللغة الإنجليزية. فهنا مثلا the city of Berlin، أعرف أن هذا فاعل، إذا ماذا حدث في برلين؟ was completely surrounded، هذا هو الفاعل، فأنا أستطيع أن أقول أحيط في مدينة برلين. من الذي أحاط بها؟ إذا أحاط بها بالكامل من؟ اللي هي الأراضي. ماذا بالنسبة لهذه الأراضي؟ هنا لدينا relative clause، التي relative clause التي احتلتها القوات السوفيتية، relative clause which was occupied by Soviet forces، التي احتلتها القوات السوفيتية. This territory officially became the country of East Germany in 1949. هذه مفهومة،
هذه الأرض أصبحت، وأصبحت هذه الأرض إذن دولة عرفت باسم إيست جيرمان، اللي هي يعني ألمانيا الشرقية. فهذه هي الملحوظات، أتمنى أن تكون مفيدة، ونرحب بكل التعليقات التي يمكن وضعها على هذا.